طبعا سعيد لوجودي في منتدى رواد الاعمال هنا في الرياض، وشرفني ان امثل دوله قطر اليوم، ان احنا نشوف كل رواد الاعمال جايين في مكان واحد، نتشارك الافكار، نشوف التحديات اللي تواجه كل رواد الاعمال، ونحاول نجد حلول. فهذا الهدف من هذا التجمع، وان شاء الله نطلع بريزلت وبنتائج مرضيه، وتخلي رياده الاعمال في الخليج وفي المنطقه أكثر تشويقاً، وفي نفس الوقت تعطي دافع وأمل للرواد الأعمال أنهم ينتجون أكثر.